المتساقطة التي زادت بغير رجعة ليلتحق بالرفيق الأعلى. هذه الدفعات المتخرجة اليوم تضم في مجملها 3090 متربص، منهم 31 طبيب ملازم أول و 482 ملازم حاصلين على شهادات الدراسة التطبيقية الجامعية و 2577 عون حماية مدنية. وعلى هذه الدفعات تلقت تكوينا متخصصا بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية وملحقاتها، بحيث أشرف على تأطيرهم وتكوينهم مكونين ومؤطرين أكفاء، سهروا على تلقينهم دروسا نظرية وتطبيقية تؤهلهم لأداء مهامهم بكل مهنية واحترافية.